السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بهذا الفيديو استعرض فكرة كثير مهمة. أول شيء بدي أحكي الباينوميال ثيرم. لو عندنا x زائد y قوة n، تمام، هذا يساوي summation from k equal 0 to n n choose k، تمام، x to n minus k y to k. وأيضا عندنا كمان division algorithm، تمام، خلينا نحكيها division algorithm. في دمج حلو بدي اعمله، يعني راح يعتبر تقنية راح نستخدمها بالفيديوهات القادمة، تمام؟ الفيديوهات القادمة راح نستخدم تقنية تدمج بين هذول الشغلتين. عندنا ديجن قولي ايش تحكي لنا؟ تحكي لنا let A B belongs to Z، تمام؟ و B لا يساوي صفر. Then there exists، تمام؟ unique integers q and r such that، تمام، such that a equals bq plus r، بحيث انه r اكبر او يساوي صفر، اقل من ايش؟ مش b، مطلق b، قيمه مطلقه ل b، لانه موجب بدي اياه. ايش تسوي انه بدي موجب؟ لاني انا البي ماخذها من الزد بشكل عام، يمكن تكون سالبه يعني، بس طبعا ممنوع صفر. ممنوع القسمه على صفر اكيد. هسه ايش نحكي كمان؟ هسه الدمج اللي بدي اياه، هاي بدي اكتبه بالاحمر هسه، انه اذا عندنا a تساوي bq زائد r، تمام؟ وعندنا n ينتمي للناتشورال، الناتشورال اللي هي 1 2 3 الى اخره، ايش بيكون عندنا؟ هذا implies انه there exists k تنتمي الى الزد، بحيث انه a قوة n، تمام، يساوي k kb زائد r قوة n، تمام. السبب كالآتي، سبب انه هذا بيؤدي لهي الشغلة اللي يحكي. طيب محمود، هاي ايش احنا محتاجينها؟ محتاجينها في مسائل زي مثلا بيحكي لنا مثلا مربعات بس نختار بي تساوي 4، بيطلع الباقي مثلا 0 او 1، تمام. مسألة زي هاي ايش نعمل احنا؟ نكتب a يساوي bq زائد r، بعدها بنربع، تمام، او مكعبات او الى اخره. فانا حبيت استعرض هاي الفكرة انه بكل بساطة احنا راح نستخدم هاي مباشرة، يعني مش نطلب مربع او مكعب، نكتب هاي مباشرة ونصير نفحص الباقي القسمة انه ايش راح يطلع، اللي هو r قوة n طبعا، يعني بس تكون مرفوعة قوة n. بكل بساطة هاي ايش هي؟ عندنا a قوة n بالبروف تبعها، طبعا هاي شغلة بسيطة، يعني bq زائد r قوة n راح تساوي عندنا ايش؟ راح تساوي عندنا n choose 0 b قوة n q قوة n، بعديها n choose 1، وعندنا b قوة n minus 1 q قوة n minus 1 و r قوة 1، بعديها زائد إلى آخره زائد n choose n minus 1، تمام، bq ضرب r قوة n ناقص 1، تمام. بعديها إيش عندنا آخر إشي؟ n choose n R قوة N. هسه هدول كلهم ناخذ Q عامل، هذا ناخذ B عامل مشترك، يعني كل واحد فيه B، لاحظوا كيف B قوة N، B قوة N ناقص 1 لحد B، فB عامل مشترك بيطلع لنا N choose 0 B قوة N ناقص 1 Q قوة N زائد إلى آخره لحد N choose N minus 1 U R قوة N ناقص 1 زائد N choose N قديش تساوي 1 زائد R قوة N، وهذا كله القوس الكبير سميه K. وهيك احنا خلصنا هذا الفيديو. الله يعطيكم العافية، اللهم صل على سيدنا محمد.